صح، انت اللعيبه دي بايديها دلوقتي تحقق بجد تاريخ، تعمل تكتب لنفسها تاريخ كبير اكيد كبير. مش اكيد اي طبعا حد يوصل ياخد بطوله افريقيا مرتين مرتين ورا بعض، مش اي صح حد يلعب كاس عالم مرتين ورا بعض. بعض يعني كل الحاجات دي احنا يعني تتكلم في جيل 2005 2006، اي كل الناس بتذكر الجيل ده لحد دلوقتي، وهيفضل لحد ال 100 سنه قدام تذكر الجيل ده. فبالعكس شايف ان الجيل اللي موجود ده كمان عنده فرصه كبيره جدا 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 انه يحط اسمه في التاريخ بجد، في تاريخ بس النادي انت الاهلي. عارف اللي يتحسب للعيبه دي ايه برضو يا كابتن احمد؟ طبعا جيل 2005 او 2006 على راس الاهلاويه كلهم من فوق، يعني جيل الحقيقه عشت معاه فتره من احلى دي حقيقة الفترات. دي انتوا حقيقة بصراحه قدمتوا كده فتره ذهبيه في تاريخ النادي الحمد الاهلي. لله. بس الجيل ده، جيل 2005 2006 كان كله اسماء كبيره، يعني كانت لعيبه كلها تقيله، كل لعيب منهم في الملعب يشيل فرقه. الجيل ده كله لعيبه صغيره، يعني انت بتتكلم على هاني، بتتكلم على شريف، أكرم بتتكلم على اكرم، أكرم بتتكلم على طاهر، بتتكلم على ديانج، كتير بتتكلم كتير على حمدي، كلها لعيبه لسه صغيره، مفيش المشوار والخبرات اللي تخليهم احنا سكواد اهلي وبنلعب نهائي افريقيا تاني مره على التوالي، فاهم قصدي؟ فده يحسب وبيلعبوا كمان، يعني انتوا ما تقدرش انت تنكر ان الجمهور اللي كان بيقف طبعا وراكوا في طبعا المدرجات طبعا. في اوقات كتير جدا كان بيقلب نتيجه ماتشات، دول بيلعبوا في مدرجات فاضيه دي من يعني. اكتر الحاجات اللي كانت فارقه معانا مش هنكذب، واللي انا متاكد ان الجمهور اللي موجود في الفتره دي مع الجيل اللي موجود ده كان الشكل الاداء كان هيبقى افضل من كده بكتير جدا جدا كمان. لكن زي ما هم بنقول ان هم حقهم ياخدوا حقهم بشكل كبير قوي، ان هم عاملين انجاز في ظل الظروف الصعبه اللي موجوده، بتتكلم في كورونا، بتتكلم في مباريات بدون جمهور، بتتكلم في توقفات كتير جدا بتيجي فجاه، بتتكلم في غيابات. انت كورونا دي يا صاحبي انك وارد جدا النهارده حاطط تشكيل هلعب بيه الماتش الجاي، ممكن يظهر عندك كورونا في ثلاث اربع لعيبه يقلبوا لك الدنيا بشكل كبير جدا. صحيح فكل دي اسباب كانت صعبه جدا، والنهايه انك توصل لنهائي افريقيا مرتين متتالي ده انجاز للعيبه، انجاز انجاز للجهاز الفني اللي موجود، انجاز لمجلس الاداره. نتمنى التوفيق، لو التوفيق موجود بالتركيز اللي احنا متعهدين بيه او متعودين منه على لعيبه الاهلي بجهازه الفني، ان شاء الله المباراه تبقى سهله علينا. لو التركيز مش موجود الامر هيبقى صعب جدا.